إن القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة سوف تعبر قناة السويس. لا شك أن حرب أكتوبر دي كانت علامة مميزة في التاريخ العسكري الحديث لشعب مصر وللقوات المسلحة المصرية، لأنه الحرب دي والانتصار اللي تم في أكتوبر ده كان عبارة عن تضامن شعب مع قواته المسلحة. الجيش ده كان عبارة عن أنا وجاري وقريبي، وكل واحد كل بيت من مصر كان ليه جندي على الجبهة بيحارب. الحمد لله ربنا وفقنا قدرنا نعبر بالقوات المسلحة. القوات الجوية أدت دورها في بداية الحرب بالضربة الجوية المركزة، 220 طيارة طلعوا من عدد أكتر من 20 مطار، كلهم بسرعات مختلفة بذخيرة مختلفة، كله كان على الحد الأمامي اللي هو قناة السويس في توقيت واحد. كل واحد نفذ الضربة، الأهداف دمر الأهداف اللي كانت محددة لي في توقيت محدد، والحمد لله إنها النتائج كانت أكتر من 95%. طائرات الاستطلاع بعد الضربة دي عدت على الأهداف لقيتها تقريبا مدمرة، عشان كده ما تمش ضربة أخرى لأنها كانت مخططة. القوات الجوية في حرب أكتوبر كانت البداية بالضربة الجوية، إنما قامت بعد كده بتقديم المعاونة الجوية للقوات البرية في قطاع الجيش الثاني والجيش الثالث، قامت بالإبرار بإبرار قوات الصاعقة والمظلات في سيناء، قامت بنقل بإسقاط الحمد لله من يوم 6 أكتوبر لغاية 24 القوات الجوية قامت بدورها كما تم التخطيط له من قادة عباقرة. الحمد لله كانت معركة المنصورة الجوية دي علامة مميزة للطيارين الموجهين المهندسين الفنيين، لدرجة حتى سائقي المعدات الفنية اللي كانت بتزخر وتمد الطيارات وتمونها، مما أدى أن الطيار يعمل في أوقات قياسية عالمية عدد كبير من الطيارات. صدينا الضربة دي، بل أسقطنا 18 طيارة فيها، والحمد لله لم تنفذ المهمة بتاعتها. كنت طالب في الكلية الجوية في 5 يونيو 67، اليوم ده أنا كنت لسه هبتدي أتعلم الطيران. في كان ضربة غادرة دمرت طيارات التدريب قدام عيني، وده منظر فضل معايا لغاية لما أزلته في 73. الطلعة اللي أنا بفتكرها كان الطلعة دي تم استدعائنا بواسطة قائد اللواء، تم تكليف السرب بقوة 12 طيارة بقيادة الشهيد أسامة حمدي قائد السرب، وأنا كنت قائد الرف الثالث ب 12 طيارة، أنا الرف الثالث. الهدف كان لواء مدرع جاي من العريش وداخل على القوات البرية اللي عدت شرق القناة في قطاع الجيش الثاني، وكان لازم يتم إيقافه أو تكبيده أكبر خسائر بحيث أنه ما يدخلش على القوات دي. اتعملت الحسابات الملاحية، لقينا أنه ممكن يعني نتخلى عن الخزانات الاحتياطية ونحط بدلها قنابل شديدة الانفجار وبكمية أكبر، وده اللي تم. وصلنا النقطة دي ما لقيناش الهدف ده. قائد السرب قال هنمشي دقيقتين كمان، الدقيقتين دول 20 كيلو كمان. بعدين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فوجئنا باللواء ده في منطقة التشويم بتاعته بيمون في خزانات بترول، عربيات، خيم، أفراد كتيرة جدا. المنطقة دي تقريبا قبل رمانة بشوية. أول تشكيل أول 4 طائرات بقيادة الشهيد أسامة حمدي طلعت رمت القنابل والانفجارات اللي حصلت. التشكيل الرف الثاني لما طلعت ورميت القنابل وعين رميت الصواريخ على الأهداف دي حسيت إن أنا خدت بطاري. اليوم ده أزال يوم 5 يونيو وهم شفت الطيارة.